كل شخص من عندنا أولويات بحياته، فالتخطيط لإنجاز الأهداف والأمنيات هو شيء مهم بحياة كل واحد من عندنا. فالحياة تتطلب الحركة وفق تيارها لتحقيق كل نرغب به. البعض يشوف الطريقة الصحيحة لتحقيق الإنجازات هي من خلال السعي للحصول عليها وفق خطة مرسومة وخطوات واقعية لتحقيق أفضل النتائج بأقرب وقت ممكن، لكن البعض الآخر يستخدم الصبر المبالغ به أو بالأحرى التسويف، اللي يكون بمثابة فيروس قاتل للشغف وتأجيل المهام. فالتسويف هو كسل يدخل ضمن نطاق الإيجابية السامة لانتظار الوقت المناسب لاغتنام الفرص، وهالشيء من الممكن أن يسبب نتائج عكسية لتحقيق الأهداف. عدم امتلاك الأشخاص المهارة أخذ القرار يؤدي لإصابتهم بالتسويف، لعدم تمكنهم من أخذ خطوة والتحلي بالجرأة لتحقيق الهدف. فالتسويف يهدم كل الفرص اللي تتمثل للإنسان لتحقيق هدفه وتصيبه بالهروب وتأجيل تنفيذ الأحلام. وانتم مشاهدين، هل أنتم مع التسويف أم مع تحقيق الأهداف خلال وقت قصير؟